الصدق وناجي عارف يعمل له ايه؟ لا 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 ده ما شاء الله عليه، الله اكبر، لا سلام سبحان الله. لا يا رجل يا رجل اتق الله، أنا لا تدخل في في في, في, في وتدخل الناس في منظومة الخوف منك ومن ارائك. لا، في منظومة يقول عليها علماء النفس اسمها منظومة الخوف. ايه منظومة الخوف؟ عزك الله يقول لك الصرصار يخاف من الفأر، صح ولا لا؟ والفأر يخاف من الهرة، والهرة تخاف من الكلب، والكلب يخاف من صاحبه، وصاحبه يخاف من زوجته، وزوجته تخاف من الصرصار. سبحان الله، بيسلط أبدان على أبدان. ما هو رب ما قاصة في الحياة؟ هو انت سيب الكون لمن خلقه، انت عايز تعدل الكون؟ اهو اللي بتخوفك دي بتخاف من الصرصار. سبحان الله، فاز عايز تغور في صرصار في البيت، بس خلاص انتهى الموضوع، ريح روحك. فانت المفاتيح معاك، المفاتيح معاك.